تعد الأطراف الاصطناعية، أي المصنوعة من قبل البشر، أهم ما توصل إليه العقل البشري، وذلك بسبب أهمية النتائج التي نتجت عنها. فهناك ابتكارات أدت إلى سد الثغرات والفجوات التي يعيشها من فقد أطرافه. وعند الحديث عن هذه الاختراعات يمكن التطرق لذكر بعض ممن قام باستحداث أطراف خاصة له، ومن ثم ألهم آخرين ليقوموا بشيء مماثل له. أولاً، المتسلق الجبلي المعروف صاحب الإرادة الفولاذية هيو هير، والذي كان مهندساً لمعهد ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية في ثمانينيات القرن الماضي. تعرض هيو إلى حادث مروع أثناء قيامه بتسلق أحد الجبال، حيث سقط من أعلى إحدى الحافات وقضى برهة من الزمن عالقاً في ظروف مناخية صعبة جداً. وبعد أن تم إنقاذه اضطر الأطباء إلى بتر ساقه، وكان من المفترض أن يقوم بتركيب أطراف اصطناعية تقليدية، ولكنه أبى ذلك ليبتكر ويطور بعد ذلك أطرافاً سفلية مكنته كما مكنت الكثير من بعده باستعادة التحرك بحرية من خلال تركيب الأطراف التي قام بابتكارها. ثانياً، جيمس يونغ، وهو شاب بريطاني فقد ذراعه ليتحول بعد ذلك إلى شخص مشابه لأبطال الفيديو، وذلك بعد حصوله على يد اصطناعية من الخيال العلمي، حيث إن الفكرة مستوحاة من أحد أفلام الخيال العلمي، حيث يتمكن هذا الشاب البريطاني من التحكم بالطرف الاصطناعي عن طريق النبضات الكهربائية عن طريق الأجهزة الاستشعارية الداخلية الموصلة مع الأطراف الداخلية لليد. ثالثاً، ليس باو، وهو شاب تعرض لحادث مأساوي أدى إلى فقدانه لذراعيه الاثنتين على مستوى الكتفين. بعد عدة أعوام تحول باو إلى أول شخص يقوم باستخدام أطراف اصطناعية مصممة خصيصاً لحالة البتر الحاصلة على مستوى الكتفين، حيث حقق هذا الابتكار نجاحاً كبيراً في تمكن باو من التحكم بهاتين الذراعين الطرفين الاصطناعيين. قبل أن يتمكن من التحكم الجيد بها، خضع باو لعملية جراحية قام من خلالها الأطباء الاختصاصيون بتوصيل النهايات العصبية في جسد باو مع النبضات الكهربائية في الذراعين الاصطناعيين. رابعاً، جيسي سوليفان، وهو أحد الأشخاص الذين يمتلكون أجساداً تمزج بين البشر والروبوتات الآلية. تعرض جيسي إلى حادث أليم عندما كان يعمل على إصلاح أحد الخطوط الكهربائية في إحدى الشركات، حيث فقد أحد أطرافه عندما لامس أحد الأسلاك الكهربائية عالية التأثير. بعد ذلك تم تركيب أحد الأطراف الاصطناعية التقليدية له، ولكن تم تركيب ذراع حديث متطور على طرفه الأيسر من خلال عمل جراحي قام به الأطباء المختصون بتوصيل الذراع الإلكتروني بالأعصاب. تمكن سوليفان بعدها من تحريك مرفقه ويده، كما أنه أحس بالبرودة والحرارة، وذلك عن طريق التفكير. خامساً، جينيس نومان، وهو شخص فقد كلتا عينيه في حادث مروع تسبب في فقدانه للبصر بشكل كامل. بعد الحادثة بعدة سنوات تمكن هذا الرجل من الرؤية مرة أخرى باستخدام نظام رؤية إلكتروني اصطناعي، وبذلك أصبح أول شخص في العالم يحظى بهذه الميزة الفريدة من نوعها. وفعلاً بفضل هذه الخاصية المميزة جداً تمكن نومان من الرؤية مرة أخرى. سادساً، مايكل أكلاند، الشاب الذي فقد ذراعه اليمنى في حادث مروع وبعدها تمكن من الحصول على طرف اصطناعي مبتكر يعتقد بأنه الأحدث والأكثر تطوراً إلى يومنا هذا، حيث مكنه هذا الطرف الاصطناعي من ممارسة كامل النشاطات الرئيسية المتعلقة باستخدام الذراع. مكنه هذا الطرف الفريد من نوعه من القيام بإمساك الأشياء وثني الأصابع وما إلى ذلك من حركات حساسة جداً. هذا وقد تم ذلك بعد عملية جراحية تم فيها وصل الطرف بما تبقى من عضلات في أماكن الذراع المبتورة. سابعاً، نيل هاربيسون، وهو شخص ولد طبيعياً بعمى كامل للألوان، حيث لا يمكنه التمييز بين الألوان، ولكنه قام بزرع جهاز استشعار في جسده في باريس، حيث تمكن بفضله من استشعار الألوان والتمييز بينها، حيث يقوم هذا الجهاز بالتقاط ترددات الألوان، وبذلك تمكن نيل من رؤية الألوان ومعرفة لونها.
إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا لكم وانتظرونا بفيديو جديد. إلى اللقاء. لمحة معرفة، اكتشف ما لم تكن تعلم.